السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة الكورة مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ريت اللي أول مرة يشوف القناة يعمل لايك للفيديو، ويا ريت اللي أول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ويا ريت اللي عنده مواقع تواصل اجتماعي يعملها على مواقع التواصل الاجتماعي عشان نوصل لأكبر من عدد من الناس. النهارده هتكلم في موضوع مهم، موضوع إصابة بعض الفنانات بفيروس كورونا وفنانات كتيرة، بس أنا هركز على اتنين، ده هركز على فنانتين هما صديقات ويعتبروا الاتنين الكلام عليهم كتير، بيتقال إن واحدة منهم فقدت النقط اللي هي المخرجة إناس الدغيتي وصديقتها الفنانة يسرا، بيقولوا إنها شايلة أي سيطرة على الكلام وانها خلتها متاخره. النهارده هنلجا لصديقتهم الانتيم والصديقه الثالثه ليهم الهام شاهين. الهام شاهين اتكلمت النهارده قالت ان الفنانتين في حاله صحيه جيده، وبان هي حاولت تتكلمي كتير مع إناس الدغيتي، لكن إناس الدغيتي مش قادره تتكلم. كل اللي بتقدر تعمله انها بتكتب باصابعها كل اللي بتعمله انها بتقدر باصابعها تكتب على زرار الواتساب، وبتتعامل مع الهام شاهين بنفس الاسلوب، وعشان كده هي بتقول انها مش مريضه قوي، هي مش حاسه بس بالكلام او مش قادره تتكلم، وكل الحكايه انها بتكتب بصوابعها على الواتساب. طبعا انا اتكلمت مع حضراتكم كتير في موضوع الكورونا والفنانات والناس اللي قاعده في نظافه وقاعده في اماكن وناس بتخدمها وناس بتخدم عليها وعايشه في فيلا نظيفه، ورغم ذلك هم طبعا بيلتقوا مع بعض. كان اخر لقاء بينهم لقاء مع في عيد ميلاد الفنانه نيلي كريم، وناس كتيره اصيبت وجالها كورونا من اللقاء في مع نيلي كريم. واتقال انهم هم، انتوا عارفين حضراتكم احنا لينا اسلوبنا ولينا الاسلوب اللي احنا بنتعامل بيه وبنقدر نتعامل بيه مع بعض، ما فيش حد فينا عندهم، هم ممثلين وممثلات عندهم حياتهم بيعيشوا بيها، بياخدوا بعض بالحضن، بيبصوا بعض، بيتعاملوا مع بعض بحرية أكتر من اللي إحنا بنتعامل بيها مع بعض. وعلشان كده ناس كتيرة أصيبت بالفيروس من عيد ميلاد الفنانة نيلي كريم، وعلشان كده ناس كتيرة متأثرة لحد دلوقتي بموضوع كورونا. ممثلين كتير أذيع إن هما الممثلين دول خدوا فيروس كورونا من عيد ميلاد الفنانة نيلي كريم. انا عايز اقول لحضراتكم ناس كتيرة تقول طب احنا كنا قاعدين في البيت وما بنتحركش، ده احنا مجرد اتحركنا بس حركة بسيطة كده حصل معانا اللي حصل. انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، لو انت اتعاملت مع اي شيء، يعني حتى هما بيتعاملوا بيقول لك حتى يعني مجرد البصاق مع المريض، ان البريد مجرد ما يعمل بصاق او تيجي الرصاص بتاع انفه او بتاع ما بقه على اي حاجه بتنتقل بينتشر بتنتقل العدوى بسهوله، فده مخلي اطفال كتيره وخلي ناس كتيره بيجي لها العدوى، وده مخلي العدوى اليومين دول منتشره انتشار رهيب. انا عايز اقول لحضراتكم ان في مجموعه من الممثلين دلوقتي في حالات تعد خطيره، هم بيعدوا نفسهم انهم في حالات خطيره وعلى وشك ان في ناس منهم يعتبروا ممكن بيعتبروا نفسهم انه ممكن على اعتاب الوفاه، زي الممثله فيفي عبده اللي بيقولوا ان بنتها بعد ما خدوها الدكاتره وعاشت في المستشفى وفي المستشفى وقعد شويه، بنتها اتخانقت مع الدكاتره وقالت لهم انتوا السبب في اللي حصل لماما، وان ماما كانت داخله حالتها النفسيه وحالتها الصحيه ما كانتش بنفس الحاله السيئه بيها اللي هي السيئه، ورغم ذلك احنا اكتشفنا ان ماما بدات تتعب وبدات امورها
تتعب اكتر في المستشفى، وعشان كده هي ما زالت الام الراقصه فيفي عبده موجوده لحد حتى الان في المستشفى، وبيقولوا ان حالتها متاثره اكتر، وانها على يعني ربنا يشفينا ويشفي كل مريض ويشفي كل الناس اللي بتشتكي من كورونا او غير كورونا، لان انت حضراتكم عارفين ان موضوع كورونا ده عامل ازمه كبيره جدا في العالم كله. ناس كتيره في احسن العيش، ووزراء ورؤساء وزاره وناس تبع وناس يعتبروا زي ما بقول لحضراتكم في كل المراكز، في كل المراكز ماشي، ما فيش حد ما خدش كورونا الا عانى منها، في اللي توفاه ان ربنا اختاره يبقى رحمة بيه، وفي اللي خف وبرغم انه خف في بعض الاثار الجانبية او اثار الوجوه الموجودة علشان خاطر مرض كورونا. فانا اتمنى من حضراتكم انكم تاخدوا بالكم من نفسكم وتراعوا نفسكم، احنا غير الممثلين دي خالص وغير الطبقات دي. انا بكلم حضراتكم لان دلوقتي بلاحظ ان صفحات التمثيل وصفحات الممثلين مليانة بالاخبار بتاع الممثلين اللي وصل بيهم الحال انهم في ناس كتير منهم اصيبوا بالكورونا ومقفول عليهم، في ناس بتخف وربنا يشفيهم ويعافيهم، وبنطلب من ربنا ان ربنا يشفي الجميع. انا مش عايز حضراتكم بعد كده تدوروا على اي ترندات، لان انا هخلي محتوى تاني في القناة الترندات الموجودة واللي الناس بتدور عليها، هيبقى فيه ان شاء الله على القناة هنا كل الترندات اللي الناس بتدور عليها. فاحنا النهاردة اتكلمنا الحالة الصحية للفنانة الكبيرة يسرى، والحالة الصحية للفنانة الكبيرة او المخرجة ناس الدغيدي، واتكلمنا عن الراقصة المشهورة فيفي عبده، وربنا يشفي كل مريض، ونتمنى من ربنا يا رب ربنا كبير وكفيل انه يشفي كل مريض وانه يرد الصحة للجميع، وان ربنا يعدي الازمة اللي احنا فيها دي على خير، لان الازمة مش موجودة بس في مصر، مش في بلدنا مصر بس، لا ده زي ما انتم شايفين الازمة موجودة في العالم كله، ناس كتيرة بتحاول وبتقاوم وبتحاول كتير قوي تخلي ان ان تخلي الازمة تخلص في العالم كله، لكن زي ما انتم حضراتكم شايفين الازمة بتزداد. قالوا ان في حالات تحور حصلت للفيروس، الحالات التحور دي حصلت زي ما حضراتكم عارفين في بريطانيا، وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية القريبة من بريطانيا ناس كتيرة قفلت عليها، وناس كتيرة قفلت على بريطانيا عشان ما يدخلش الفيروس الجديد، رغم ان في دول كتيرة قوي دخلت وقالت احنا اصيب عندنا ناس جديدة بالفيروس اللي الناس بتتكلم عليه، الفيروس اللي موجود في بريطانيا، وفي سلالات كتيرة للفيروس دخلت عندنا في بريطانيا. أشكر حضراتكم وأتمنى إن الفيديو لو عجبك اعمله شير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله أتمنى إن اللي عنده أي وسائل تواصل اجتماعي يشير الفيديو عليه، ولو ما كنتش مشترك عندنا يا ريت تشترك عندنا وتبقى ضيف دايم عندنا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.